السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم؟ نتمنى تكونوا بخير بأحسن الأحوال. مرحبا بكم، أنا الحاجة من قناة الحاجة شانيل، مرحبا بكم في قناتي. اليوم جبت لكم روتين العناية بالبشرة العادية باش تحصلي على واحد البشرة اللي نقية، يعني بلا شوائب، نادرة، ما فيهاش بزاف ديال المشاكل. وهذا جبت لك هذا الروتين اللي غادي تشوفي معايا اليوم، شي حاجة اللي زوينة للبشرة، البشرة العادية. وفي آخر الفيديو عندي لكم واحد مرطب سحري اللي يلا اكتشفته، كنت نجرب فيه، شريته من الفرماسي، يعني مرطب طبي، شي حاجة اللي زوينة 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 للوجه، خاصة البشرة الجافة حتى البشرة العادية، شي حاجة اللي زوينة بواحد الزيت اللي كان في واحد الوقت دار واحد الضجة. ودابا غادي نخليه حتى الاخر ونوري لكم. ودابا غادي نبدا معكم الروتين ديالي كيفاش نعتني بالبشره العاديه. نحتاج اول حاجه نص معلقه ديال القهوه عاديه ديال مطحونه، ماشي قهوه سريعه الذوبان. غادي نحتاج الجل اللي تنغسل بيه وجهي، يعني اي جل تستعملوا باش تغسلوا الوجه ديالكم هو اللي غادي نستعملوا. دابا غادي ناخذ واحد الكميه من الجل هكا، غنزيدو على القهوه. انا جل تنستعمل هذا في هذا الوقت، تنستعمل هذا ديال الالوي فيرا، تعطيني واحد الترطيب، تنظف لي البشره ديالتي بواحد الطريقه زوينه. نخلط هاد المكونات مع بعضياتهم، الجل والقهوه في نفس الوقت، غادي تنظف لينا البشره، والقهوه غدير لينا واحد التقشير خفيف، يعني شي حاجه اللي منحتاجاها البشره ديالتنا بالاخص في هذا الوقت، يعني مع البرد ومع يعني تتنشف لينا البشره، هكا نستعملوا شي منتجات اللي يعني اللي يكون فيها بزاف ديال الترطيب باش نحصلوا على واحد البشره ديالتنا ناضره بحال هكا. نخلط هذا المقشر ديالي، غادي نحطو على وجهي بسم الله، غير بشويه، نحاولو غير بشويه بشويه باش ما نجرحوش البشره ديالتنا، اشرا غير بشويه. بطريقة غير بشوية، بحركات دائرية، شي جوج دقايق ولا ثلاثة، ماشي بزاف. نركز على المناطق اللي تيكونوا عندنا فيهم لي بوان نوار ولي بوان بيضين، بحال هكا في الأنف ديالنا وهنا. هاد المقشر غادي يخلينا نتخلصوا من كاع الاوساخ والشوائب تيكون لاصقين في البشره ديالنا حتى الجلد ميت، باش ملي نحطوا الماسك تستافد منه البشره ديالنا. بحال هكا. ودابا غادي ندوز نغسل وجهي، شوف كيفاش تولي النتيجه، انا مسحت معكم هكا بهذا البونجا، وغادي ندوز نغسل وجهي ونوريكم النتيجة ديال هاد المقشر كيفاش تجي. شوفو البشرة ديالتنا كيفاش تولي بحال هكا. ودابا غادي نغسل وجهي ونكمل معاكم.
ودابا من بعد ما غسلت وجهي من المقشر كيف تشوفوا تتولي لينا واحد اللمعه في البشره ديالتنا. شوف تتولوا البشره ديالتنا نظيره بحال هكا، يعني واحد تتبري فيها واحد اللمعان، فيها واحد الحياه، يعني تولي لنا البشره ديالتنا تتخلص من داك الجلد الميت اللي تيكون فيها، تخلصنا منه كله، هذا المقشر تيخلصنا منه كله. ودابا غادي ندوز باش نكمل معكم، وندوزو باش نحضروا الماسك اللي غندير معكم اليوم، نديرو لوجهي. غادي نحتاج فيه نص معلقه صغيره ديال اتاي مطحون، اتاي عادي، اللي ما بغاتش دير اتاي هذا دير اتاي ديال الساشيات ماشي مشكل. نص معلقه، ونص معلقه ديال السيدر، هادو اوراق السيدر مطحونين، نص معلقه صغيره حتى هو، ومعلقه كبيره ديال ياغورت مسوس، نخلط هاد المكونات مع بعضياتها. هاد الماسك تيعطينا واحد النضاره، تنقي لينا البشره ديالتنا، تيقضي لينا على الكلف، يحارب لينا التجاعيد. ماسك اللي زوين زوين للبشره بزاف، تعطينا واحد النضاره في البشره ديالتنا، تيوحد لينا اللون ديال البشره، تيخلصنا من البقع السوداء اللي تكون عندنا في البشره ديالتنا بالشمس، وهذا اثار الشمس بحال هكا. دابا من بعد ما تخلط ليا الماسك ديالي بحال هكا، غادي ندوز نطبقه قدامكم على وجهي بحال هكا. على هاد الشكل هذا بحال هكا. ودابا من بعد ما حطيت الماسك ديالي على وجهي بحال هكا، غادي نخليه مده ما بين 15 حتى 20 دقيقه، غادي نغسل وجهي ومن بعد نتلاقاو باش نكملوا الروتين. نخليه بحال هكا من 15 حتى 20 دقيقه، وانا هنا من بعد ما دازت 15 دقيقه غادي نحيد الماسك. هاي شوف كيفاش تولي لنا البشره ديالتنا، شوف تولي عندنا واحد البشره نظيره تتلمع. غادي ندوز نغسل وجهي كله ونكمل معكم الروتين. ها شوفوا كيفاش تولي البشره من بعد ما حيدت الماسك، شوفوا اللمعان كيفاش يولي لنا في الوجه ديالنا، تعطينا واحد اللمعان، تعطينا واحد الاشراقه للبشره. هذا الماسك اللي خطير، هو المقشر، يعني اللي ممكن لكم تستعملوه في الحقيقه، شي حاجه اللي زوينه للبشره، تيخلي لينا البشره ديالتنا ناصعه 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 هكا تتلمع. هاي شوفوا كيفاش انا قربت لكم الكاميرا، هاي شوفوا شوفوا هاي بحال بحال، يعني ماشي ما هو لا فيلتر لا شي حاجه، هذا هو النتيجه ديال الماسك وديال المقشر. غتحصلوا على واحد البشره رطبه بحال الحرير وتتلمع، ما فيهاش ديك ما تتبقاش فيها ديك دوك القشور، يعني واخا حتى البشره الجافه يمكن تستعمل هذا الروتين، كيف البشره العاديه كيف البشره الجافه، يعني تن مختلطه، ما عندناش ما عندهاش يمكن شي مواد اللي غادي يضروا لينا البشره ديالنا واللي غتحسس منهم. تحصلوا على هذه النتيجه، استعملوا هذا الروتين. ودابا كيف غنكمل معكم الروتين ديالي كيف العاده، انا تنستعمل هذا التونر هذا ديال نيفيا، كيف ديما التونر تيحيد لنا البقايا ديال الماسك وتيقاد لينا الحموضه ديال البشره ديالتنا وتيسد لينا المسام.
بهذا الشكل هذا. ودابا وصلت معكم للمكون المرطب السحري اللي قلت لكم في الاول ديال الفيديو اللي هضرت لكم عليه، هو هذا. غنخلي لكم السميه ديالته في صندوق الوصف باش تعرفوا عليه، ديال البشره الجافه اللي جافه بزاف، تيخلصنا من داك القشور ديال البشره، ترطب لينا البشره بواحد الدرجه اللي زوينه، شي حاجه اللي زوينه. هذا خديته من الفرماسي، هذا خديته بالصاورو، يعني ماشي ما غاليش بزاف، يمكن يعني تشريوه حتى من الانترنت، غتصيبو حتى عند مول المكياج. البنات اللي في المغرب وهذا غتصيبو عند مول المكياج، شي حاجه اللي زوينه ومع المداومه عليه تيحيد لينا حتى هو، تيقضي لينا على يعني في هاد بيو اويل، هاد الزيت طبيعي تيحيد لينا حتى لي طاش وهذا من البشره ديالتنا، تيغدي لينا البشره ديالتنا، تيرطبو بواحد الدرجه زوينه. هذا تيستعملوه خاصه للدراري الصغار، شي حاجه اللي زوينه. ها هو، غنخلي لكم السميه ديالته في صندوق الوصف. ها هو الشكل ديالو كيفاش يجي على هذا الشكل هذا، وخفيف على البشره ديالتنا، تشربوا البشره بالزربه، تناخذوا منه غير شويه هكا ونحطوا على البشره ديالتنا، ندهنوا البشره ديالنا كلها، وبالاخص نستعملوه في الليل، نستعملوا هذا المرطب في الليل، الصباح نغسلوا وجهنا وشوفوا غتحصلوا على واحد البشره بحال البشره ديال الدراري الصغار، رطبه بحال الحرير، تتشعل تشوفوا النتيجه هكا، يعني تتشربوا لينا البشره ديالتنا بالزربه. بحال هكا شوف كيفاش تولي لنا البشره ديالتنا، تتبقى واحد البشره رطبه. من بعد يعني هاد اللمعان ديال هاد الجل راه ما تيبقاش، تيحيد ما تيبقاش، تشربوا البشره ديالتنا وتتخلي لنا البشره واحد البشره رطبه. ودابا وصلت معكم النهايه ديال الفيديو، نتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد الروتين، الروتين البشره العاديه حتى البشره الجافه يمكن تستعملوا. وهذا المرطب اللي حاجه خطيره للوجه، شي حاجه اللي زوينه، مني غادي تستعملوه غادي تشكروني عليه. كيف ما قلت لكم الا جربتوا هذا الجل هذا غادي تشكروني عليه بواحد الطريقه اللي زوينه تيرطب لينا البشره ديالتنا. وكيف قلت لكم دابا وصلنا للنهايه ديال الفيديو، ان شاء الله جربوا هذا الروتين هذا، والى عجبكم خليوا لي لايك واشتراك وضغط على الجرس واشتراك في القناه باش العائله ديالتنا تكبر ونزيدوا لقدام ان شاء الله. وما تنساوش شربوا الماء بزاف وواظبوا على الصلوات. ودابا نخليكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.